السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا، حياكم الله. اليوم جبت لكم قصة، وأتمنى بس قبل ما أبدأ في القصة، اللي مو مشتركين عندي في القناة يا ليت تزيدوني شرفا وتنضموا للقناة، انضمامكم جدا يعني لي. واللي يسمعون هذا الفيديو يا ليت ما تبخلون علينا باللايكات الحلوة عشان ترفع الفيديو ويشوفه أكثر عدد من الناس. نبدأ في القصة. وتقول صاحبة القصة: في شمال المملكة عشت وترعرعت، أملك أجمل أم بهذه الدنيا وألطف أب. رحلوا عن أهلهم من الطائف في بداية حياتهم وكونوا أسرة جميلة ومستقبل باهر وتجارة، يعني بدأوا حياتهم من الصفر وحققوا الكثير من الأمنيات. كانت أمي معلمة وأبوي يشتغل في الأعمال الحرة، وخلال فترة بسيطة بس قدر أنه يشتري له 4 أراضي متجاورة في الطائف في موقع جدا خيالي ومساحات جدا شاسعة، وكان محط أنظار كل الأقارب. يعني هو أمي تعاونوا حتى بنوا عليها فيلا جميلة جدا وكبيرة ومزرعة وبير، يعني بيت العمر اللي كلنا يحلم فيه. فأبوي عنده 4 أخوان كانوا كلهم في سن الشباب، بس سبحان الله متعلقين مرة في بيئتهم ومحيطهم، رفضوا مرة أي وظيفة في غير الطائف، اكتفوا بس بوظائف يعني رواتبها جدا قليلة، ومنهم اللي امتلك بس أغنام وهم شباب يعني. لكن أبوي قرر أن يبني لهم بيوت، يعني بيوت صغيرة في الأراضي اللي بقت، وكمان يعني بيت لأمه وأبوه، وربي سبحان الله حقق أمنيته. فطلعت أمي معاه وراحت طلعت لها قرض وساعدته، وبنى لكل واحد من أخوانه بيت مستقل وخطب لهم وزوجهم، وأخوانه كانوا يعاملونه يعني كأنه الأب. خلال 2 سنين بس يعني عاشوا أجمل حياة، يعني ما نسافر لهم إلا في الطائف. كانت سعادة أبوي هي اجتماع مع أهله في بيت يعني جمع العيلة كلهم. أمي مرة تحبهم، هم يحبونها، فتعلمنا من أبوي أن العيلة أهم حاجة في هذه الدنيا. كنا بس ننتظر الصيف بفارغ الصبر عشان كل سنة كنا نروح من أول الصيف لين آخره. فمرت السنوات وكبرنا وطلبت أمي تقاعد، أبوي يعني نقل كل تجارة وقتها للطائف. طبعا خلال هذه السنوات مرضت جدتي وجدي وتوفى الله يرحمهم، فصار أبوي كل شيء في حياة أخوانه. يعني أبوي وأمي أساس السعادة في هذيك العيلة، ضحوا بوقتهم وجهدهم بس عشان يسعدون الجميع. جيراننا وأصحابنا صراحة أوفى من كل البشر. كان يوم حزين مرة، يعني حزين وسعيد ما أعرف كيف، يعني بنفارق الديرة اللي عشنا فيها عمرنا كله وصديقاتنا وجيراننا، وسعيد عشان أبوي خلاص يعني هو أمي يبغون يرتاحون، يعني يكونون قريبين مرة من مكة والمدينة ونفتك يعني من البعد ذا. فودعنا الجميع في ليلة أعتبرها يعني من أجمل الليالي، ووضح يعني لنا فيها تكاتف الجيران وطيبة قلوبهم، ومشينا وقتها في الفجر اليوم الثاني في سيارتين، أخوي في سيارة وإحنا معاه كنا، وأمي وأبوي وأختي أبرار في سيارة. وصلنا المنطقة يعني في الطريق كلها ظلام ما فيها أي نور، وسبحان الله ما أدري كيف كان في كثبان رملية قدامنا يعني ما انتبهنا لها. فأبوي وأمي كانوا يمشون قدامنا في السيارة اللي قبلنا، ما انتبهنا كده سبحان الله إلا قدام عيوننا صار عليهم حادث، فنزلنا نجري زي المجانين، ولكن الحمد لله على قضاء الله وقدره. رحتنا عند أمي على طول كده، رحت فتحت الباب يعني ما جاها شيء، الحمد لله الحادث كان جدا بسيط يعني انقلاب بس اللي فوق الكثبان الرملية. طبعا أختي إبرار نفس الشيء ما جاها ولا حتى شكت إبرة ولا حتى غمى عليها، فالحمد لله ارتحت يعني. لكن اللي قطع علي صوت أخوي يصيح يصيح، جلس ينادينا، أبوي يعني كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. وصلت الإسعاف وتجمعوا الناس وإحنا كذا في حالة صدمة وصياح، ما كنت أسمع وقتها إلا أمي بس منهارة تقول كان يراجع في حفظه للقرآن. أبوي توفى وأمي كانت تسمع له قرآن، ولهذا السبب يعني كانوا في سيارة لوحدهم عشان الإزعاج، ما يبغون أحد يزعجهم، بس كانت أختي أبرار الصغيرة معاهم ولا يبغى يوصل الطائف إلا هو ختم المراجعة. الحمد لله يعني على حسن الخاتمة هذه، الله يرحمه يا رب ويتقبل منه. وبصراحة كان أتعس الصباح وأنا أوصل كذا فلتنا في الطائف وفي الفجرية وأنا فاقدة الغالي، يعني يا الله كأن الدنيا مستكثر علينا الفرحة.
كنت أدعو الله سبحانه وتعالى أنه ما يأخذني بتصرفاتي وكلامي، لكن الشيطان كان حريص يعني من شدة الحزن أنه يغوينا. ليش ما جلس؟ يعني كنت كذا أقول لنفسي ليش ما جلس لو أسبوع بس نستمتع بشوفته أن حنا في فلتنا، وبعد الاستقرار خلاص يعني سبحان الله يقدر الله. لكن الحمد لله على كل شيء. كانت أيام مرة ثقيلة، شهور باهتة بدون أي لون للحياة، انغمسنا وقتها في دراستنا حنا والمدارس الجديدة، لكن أمي هي اللي كانت يعني تبكي ليل نهار، عجزنا مرة أن نطلعها من الحالة النفسية اللي هي تمر فيها. فخلصت العدة وقررنا أنا وأخوي وأخواتي يعني نسكن رمضان كله في مكة جنب الحرم، وهذا اللي صار. المفاجأة أنه واحد من أعمامي وقف لنا كذا وحنا طالعين، أنه ليش تروحون مكة؟ أنا حسبة أبوكم، المفروض تستأذنون مني، المفروض تعطوني خبر. فإحنا ما زلنا مصدومين صراحة من هذا الموقف. مشيناها واعتذر أخوي وقال يعني معليش يا عم، بس طول عمرنا أمي راعية الشور، هي والوالد الله يرحمه. فتحسنت أمي الحمد لله وقضينا أجمل الأيام والليالي كذا جنب الحرم. وطول الشهر والله أني أسمع أنين أمي بس تدعي الفقيدة حبيبي أبوي الله يرحمه ويغفر له. إلين يوم كذا صحيت وهي مبسوطة بس بالها مشغول، كان أيامها في العشر الأواخر، يعني أول مرة أشوف أمي بهذا النشاط من بعد وفاة أبوي، وتسولف معانا وتسألنا حتى كذا عن تفاصيل دقيقة. فقامت قالت شفت أبوكم في رؤية وكان يعني في أفضل حال ومبسوط، لكن كان مرة قلقان عليكم ويسأل عنكم، وصاني مرة عليكم كثير، كان يقول انتبهي من الغالين، ولف عنها وراح. وهذه العبارة أشغلت أمي كثير مو عارفة لها تفسير. جاء العيد وطلعنا بيتنا وتأقلمنا مع الحياة تماما، فكانوا أعمامي كل يوم يعني لهم طلعة جديدة، إما أنهم يحققون مع أي أحد يجي عندنا عند البيت. وآخر تصرف لهم أنه نادوا أخوي الكبير وقالوا صعب أن أمك تجلس كذا بدون زوج، فكلمها تختار واحد منا يقوم بشؤونكم ويدخل بيتكم كذا بالحلال. أخوي وقتها سكت يعني طلع من عندهم مرة متضايق، راح أكلم أمي فعصبت مرة عليهم وقررت أنها ما تسكت، فراحت كلمت حريمهم وقالت أنا ماني متزوجة واحد من أزواجكم، الغالي خلاص مات ولا بعد في الدنيا يجي رجال، ومن اليوم وطالع مرة ما لهم دخل في أي شيء في حياتي ولا في حياة أولادي. فهنا بدت المشاكل سنة يعني كاملة من المعاناة، حتى حريمهم وقتها قلبوا علينا يعني كيد ومكر واتهامات باطلة، لدرجة أنهم صاروا يشككون حتى بشرف أمي. واكتشفنا ان عندهم بيوت ملك ومأجرينها يعني مساكنين عندنا، فامي وقتها خلاص طفح الكيل عندها، بلغت فيهم وطردتهم كلهم من بيتها هي وابوي، وجابت لهم الشرطة لانهم رفضوا انهم يخلون بيتنا بسهولة، فالكل راح انتقدها، صرنا كذا منبوذين عند اهل ابوي. لكنها تحملت منهم يعني تحملت حتى كثير، وقبل يطلعون واحد منهم مر علينا وهددها يعني مرة تهديد مخيف، فخرجوا أعمامي وفقدنا حتى حس العيلة. لكن كان هذا القرار الصائب اللي كان لازم أمي أنها تتخذه، سبحان مغير الأحوال. ما هي الأسبوع بس إلا انقلبت حياتنا كذا مشاكل وتعب نفسي وجسدي ومضاربات وعصبية وتشتت، يعني صراحة حنا كنا عيلة مثالية، لكن الآن اللي صار بيننا كذا صار بيننا مشاحنات وبغضاء، يعني حتى الأم ضيقة ما نرتاح إلا إذا طلعنا من هذا البيت. وصار متولد عندنا شعور خوف، يعني كذا سبحان الله سكننا الخوف، فجأة أحس يعني كذا بقشعريرة كأن أحد ورايا، بس أشوف ما في أحد أي أحد ورايا، وأسأل أمي تقول نفس الإحساس. في طلوعنا ودخولنا نلاقي كذا بساس لونها أسود، قطط واقفة عند الباب، إذا قمنا طردناها ولا هوشنا لها كذا تجلس تركز النظر فينا، ومرة ما تخاف هذيك البساس دائما موجودة. نطلع ونخرج ونجي وهي متواجدة عند باب البيت ما تتحرك. فمرت الأيام واشتد مرة علينا الوضع، يعني ضيقة وبكاء لدرجة إن أنا وأخوي ضاربنا أخوي الكبير، بحياته ما عمره مد يد علي، فجأة كذا راح رماني بترمس الشاي كذا شق وجهي، وفي لحظة ما هو يرميني أنا لمحت كأن يعني سبحان الله في الصالة الخارجية عشانها قدامي، كان كذا ظل بنت تراقبنا. فأمي قليلة حيلة يعني ما تملك لنا إلا الدعاء، ما قد جاء على بالنا إن هذه المضايقات هي من العالم الآخر. وفي ليلة سمعت كذا صوت ضحك 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 فظيع، فتحت الشباك ولا في شخص كذا في أحد البيوت حقت أعمامي كذا يناظر من الشباك ويضحك، و
وقتها كذا فز قلبي، بس اتأكدت انه هذه اللي انا شفته حقيقة مو خيال، وانه احنا من جد محاربين ومتعايشين كذا مع شياطين، وهي السبب في اللي حنا فيه. فأختي أبرار هي في الصف الابتدائي، يعني تدرس ابتدائي، كل يوم نصحى الصباح كذا وكتبها متشققة داخل الشنطة ونفسيتها جدا سيئة وتبكي. يعني في يوم من الأيام جت تقول لنا بابا دايما يجي عندي الغرفة ويخنقني، فتصحى تبكي بهستيرية تقول يعني في وجه دايما كذا يجلس يطالعني، راسه معاي على المخدة. وفي يوم جاء عندنا خالي وزوجته زارونا وجهزنا لهم كل شيء، يعني أول مرة يجونا للبيت. ففتحت الباب كذا متبسمة يعني لهم وأمي معاي. خالي دخل وسلم علينا، وزوجته كذا عيونها طايرة في الدرج ورجولها كذا متسمرة كذا حتى أنها رجعت على وراء، يعني وجهها صار أسود. فانحرج خالي كذا واعتذر وراحوا هذاك اليوم، بس سلموا علينا كذا من عند الباب ومشوا. بعدين دق خالي قال زوجتي قالت انها شافت وراكم عائلة كاملة كذا ملامحهم مخيفة، وما ميزتهم بشر ولا غيرهم لكنهم شافتهم حقيقي. فقررت اني اشغل سورة البقرة واستمريت عليها 3 ايام متتالية. بعدها امي طاحت كذا في فراشها مريضة، واختي غير اصوات البكاء والانين اللي نسمعها في الليل، يعني والله العظيم انهم تشكلوا لنا على هيئة بشر. يعني اصحى وأختي في الصالة كذا أكلمها ما ترد علي، فرجع أكلمها مرة ثانية ما ألاقيها، وتحلف أصلا إنها ما طلعت للصالة. ولا أشوف أخوي كذا يعني سبحان الله بشكل يعني بشع جدا، يلتفت لي كذا وملامحه غير، في طرف البصر أبروح أكلمه كذا يختفي. ويا الله كم مرت علينا أيام وشهور مخيفة صراحة، كل شوي يطيح لنا واحد. يعني مرة لقيت أخوي في الدرج ودمه كذا على الأرض، كان يذاكر وهو طالع يقول هجم علي كذا زي الظل خنقني، بس كنت أسمع يعني قرع رجوله في الدرج، ورحت أتأكد أفكرها واحدة منكم. إلين هنا صراحة حنا تعبنا خلاص، غير الحشرات والأجهزة اللي كل شوية تتعطل علينا. قررنا أنه نجيب شيخ، وجبنا الشيخ وقال هذا البيت مسكون. قالت أمي لا والله يعني عشنا فيه أحلى أيامنا، ما في ولا شيء، بيتنا بسم الله علينا ما في ولا حاجة. فمع الاستمرار مع الرقية والقرآن حسين الحمد لله أنه تحسن شوي. وفي يوم كذا دعيت الله ورجيته، وصحيت كذا بورقة غريبة فيها يعني مكتوب بخط حتى ركيك يعني كله أخطاء، تهديد أن البيت بينحرق لو باقي يعني شغلنا قرآن. وهذا اللي صار، انحرق المستودع وشبت فيه نار، سبحان الله حرقت كل شيء فيه، لكن والله العظيم ما تعدت شبر داخل البيت. فصرت أنا أرقى البيت وأدعو الله، وقطعنا كل المعاصي من البيت وسلمت أمري لله. يعني وأقول في نفسي يا ربي أنا فقدت أبوي، واليوم أشوف أسرتي يعني تعاني وتتوجع، وقمت أدعو الله يا رب أنك ما تفرقنا، يا رب أنت وحدك بس قادر تكشف لنا من اللي ابتلانا بهذا البلاء، من اللي سلط هذا الشياطين علينا، يا رب بعزتك وجلالك وكرمك أنك تنصرنا. ومع الإلحاح في الدعاء طال علينا الكرب طال، أمي كذا متمسكة بالبيت ورفضت حتى أن ننقل منه. والله العظيم شهور كذا، وطاح عمي في أحد المناسبات وجاه صرع يعني، وجلس فترة ما لقالوا أي علاج. المهم راحوا جابوا للشيخ، فسبحان الله تكلم الجان اللي فيه، قال أنا جيت انتقم منه، هو سحر ناس في بيتهم، وهذول الناس حرقونا بالقرآن وحرقوا أهلي وجماعتي كلهم بالقرآن، وإحنا حنا كذا محبوسين في داخله، فقررت أني أنتقم منه وأقتله. فبعدها سبحان الله ندم عمي وفك السحر وجلس يتعالج بالرقية والقرآن وكذا، ورجع بيتنا الحمد لله زي ما كانوا أحسن. لكن سبحان الله في القلب غصة، يعني بعنا كل شيء. رجعنا وقتها الشمال عند الأصحاب والجيران والأهل الحقيقيين، من جد تأكدوا يعني لولا الله ثم القرآن هو حصن، من جد حصن حصين لنا لكنا أنا وعائلتي من جد في عداد الأموات. فالله الله أوصيكم بالبقرة والأذكار، سبحان الله أكثر مصابنا هو من التفريط فيها. فسبحان الله قراءة سورة البقرة بشكل يومي كفيلة على أنها تغير حياتكم تغيير جذري، يعني حتشوفون العجب من جميع النواحي. سورة البقرة سبحان الله تفريج هم ومفتاح لكل باب مغلق، وتوفيق وتطهير من كل ذنب، وأخذها بركة. فالله الله فيها، والله الله بأذكاركم. وبكذا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد، أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.